بعيدا عن ابو بيتسو بقى، طمنا على مارسيل كولر وافكاره الجديده زي ما انت لمستها في المعسكر. يمكن مستر كولر من المدربين اللي شغالين طول الوقت. انا طبعا يعني كولر من المدربين اللي بيحب يعتمدوا على المساعدين المتخصصين. الجهاز الفني للنادي الاهلي فيه كوادر رائعه، كوادر فعلا رائعه. خليني اكلمك على كارلوس برينجر. ده الاضافه الجديده. ده الاضافه الجديده السويسري ده من اصل ارجنتيني. الراجل ده معروف انه مطور اداء ومكتشف مواهب، وده مدرب متخصص في الجانب الهجومي وتطوير الاداء الهجومي. ده راجل البوزيشن بتاعه كده ان هو بيكتشف نجوم وبيكتشف لعيبه صغيرين يعمل منهم حاجه محترمه، وبيطور اداء اللاعبين الحاليين في الشكل الهجومي، متخصص في الشكل الهجومي. اذا له مهمتين يا استاذ ايهاب، كما فهمت من حديثك ان المهمه الاولى تطوير الاداء الهجومي بشكل فردي لبعض اللاعبين، والارتباط ومتابعه لصيقه لقطاع الناشئين او الترشيحات الاجنبيه في السن الصغيره، هيبقى له دور في بالظبط لان هو معروف على مستوى العالم ان عينيه حلوه جدا، وكمان اداؤه وتطوير الشكل الهجومي كلنا لاحظنا ان النادي الاهلي طبعا ضغط المباريات بيخلي فيه ضغط على اللاعبين، بعض اللاعبين بتضيع بعض الفرص، وده اللي مستر كولر اهتم بيه بشكل كبير، وعلشان كده جاب الخبير كارلوس برينجر اللي هيكون ليه دور، واللي اشتغل فعلا بشكل كبير جدا جدا، واللي ابتدى يشتغل تدريبات تخصصيه. النهارده الوحدات التدريبيه في فرقه النادي الاهلي اختلفت ما بين التاهيل للجيم للعب الكره الجماعيه للتدريبات العاديه للتدريبات التخصصيه، ولازم نحط تحت التدريبات التخصصيه 100 خط، مش كل لاعب بيتدرب النهارده زي الثاني، مش كل لاعب بينزل تقسيمه ويطلع، مش كل لاعب بيشتغل شغل عادي، في شغل بيتفصل للعيبه معينه، في اداء بيتعمل للعيبه معينه. عايز اقول لحضرتك طبعا ان من ضمن طبعا المدربين المتخصصين ان احنا طبعا النادي الاهلي فيه في الفتره الاخيره طبعا قياسات رهيبه جدا سواء كانت فنيه او بدنيه، وده منعكس على الفريق. وخلينا اقول لك ان في طبعا عدد من الناشئين معانا موجودين مبشرين جدا جدا جدا، ومن اللعيبه اللي هيبقى لها شان جدا جدا، وعايز تفتكر الاسماء دي معايا، منهم معتز محمد ده مساك وسيرد باك 2005، ولعيب رائع جدا ومتالق جدا، وانا عايز اقول ان مستر كولر بيدي ثقه حلوه قوي للعيبه الصغيره، وبيتكلم معاهم، بيقف معاهم في الملعب، بيتكلم معاهم بشكل كبير جدا، وفي كلام يعني بشكل كبير. كمان محمد زعلوك المهاجم اللي مواليد 2005 اللي ماشي بشكل كويس، وكريم الدبيس باك شمال 2003 اللي ماشي بشكل كويس، والحارس طبعا مصطفى مخلوف اللي بيكمل كتيبة حراس النادي الاهلي. ما شاء الله ما شاء الله، نمسك الخشب نكون موجود الشناوي وشوبير وحمزه ومصطفى كتيبه من الحراس ما شاء الله. هم ست ناشئين مش كده؟ نعم عندك زعلوك ستة، زعلوك والدبيس ومعتز ومصطفى مخلوف ومخلوف ورأفت خليل بالظبط كده، وحمزة علاء وهنعتبر حمزة علاء وكوكا خلاص بقى يعني جيل وسط يعني حمزة علاء ونبيل كوكا طبعا ورأفت خليل دول اللي انضموا للمنتخب الأولمبي واللي غادروا النهارده الصبح طبعا من المعسكر ومعاهم رباعي المنتخب الأول. عشان بس انا ليه بقول كده؟ عشان اللي عمال يقول لك فين الاهلي وناشئين الاهلي والاهلي وابنائه.